معناها ان اس واحد ستيشن بتاعتي المدخل بتاعها ايه؟ زيرو. واحد اتنين، يبقى انا عندي ثلاثة بريشر لاينز لازم يظهروا عندي. واحد بيديني نقطة الزيرو، اكسبانشن لاين لو ايزوتروبيك هيمشي كده، لو اكشوال هيمشي ايه كده. ويبقى عندي هنا واحد وهنا ايه؟ اتنين، مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم يعني ادي اول حاجه ابدا بيها الصوره واحد واثنين. وبعدين لو قلنا بنمشي اكسبانشن ايزنتروبيك، يبقى عندي 2 اس اس 1 اس 2 اس اس، الكلام ده عارفينه بقى. يعني لازم اقول دي لو الاكسبانشن ايزنتروبيك في اس 1 هتبقى دي ايه؟ ها؟ 1 ايه؟ اس. طيب لو الاكسبانشن هنا في الروتور دي 2 اس ايزنتروبيك، يبقى دي 2 اس. دي بنسميها 2 اس اس. لو اكسبانشن في الاثنين ايزنتروبيك، يبقى دي ستاتيك كونديشنز. هي دي حتى لو عايز اقيسها دي اللي هقيسها، يعني دي اللي بقيسها دايركت. بقيس بريشر ستاتيك بريشر، بقيس تمبشر ستاتيك تمبشر. بعد كده علشان بقى بنتكلم على انرجي، يبقى لازم اشوف التوتال بتاعي. التوتال بتاعي هيجي منين؟ هيجي من نقول ان في عندي هنا، لازم يكون في عندي هنا ايه؟ سي زيرو سكوير على 2. يبقى ده هيجيب لي ايه على طول؟ اتش نوت، اتش توتال. وبعدين طالما عملت كده وبقول ده ستيتور، يبقى لازم دي تساوي ايه؟ اتش نوت. خلاص خرجنا من الستيج، خرجنا من الستيج، خرجنا عند نقطة كام؟ واحد ولا اتنين؟ مش كده؟ اتنين من الستيج. بتكلم على الستيج دلوقتي. خرجنا اتنين. يبقى عند اتنين لازم عندي كينيتيك انرجي اسمها ايه؟ ها؟ سي اتنين تربيع على اتنين. وطالما دي سي اتنين تربيع على اتنين، تبقى دي جابت لي ايه؟ اتش ايه؟ توتال اتنين. اتش توتال واحد واتش توتال اتنين، يبقى لازم دي تساوي الايه؟ الورك. ها؟ الورك لازم يساوي الورك، سبيسيفيك ورك، مش كده؟ بس خلاص، ادي احنا رسمنا الاكسبانشن في الايه؟ في تفاصيل تانية كتيرة نقدر نحطها، وهو لو الفلو كان ايزنتروبيك، يبقى انا بقول يبقى هخرج من هنا بايه؟ بسي 2 تربيع على 2. يبقى ايه؟ خرجت بنفس الكينيتيك انرجي، يبقى ده يديني ايه؟ اتش توتال ايه؟ 2 اس اس. وده يديني الايه؟ ها؟ الايزنتروبيك ايه؟ دبليو اس. يبقى الافشنسي بتاعتي بقينا هنا، بقينا من هنا على طول ايه؟ اللي هي دبليو على الايه؟ دبليو اس، او هنا سميناها دلتا اتش ستاتيك، دي ستاتيك. خلاص؟ يبقى توتال تو توتال افشنسي تيجي ازاي؟ الحته دي الحته دي. لكن عايز توتال تو ستاتيك، لو سمحت ورقه الغلاف بتاعتي. لا ما يكتبش، لو سمحت هات ورقه الغلاف. انا بقالي ساعه على الطريق والله، مش عارف ايه متاخر في الطريق والله. اكتب وخلاص، اخر واحد. لو عايز توتال تو ستاتيك هقول ايه؟ بدل ما بقول توتال تو توتال هنزل لدي. يعني اكن دبليو اس دي اللي هي عشان زي ما مكتوبه هنا، احنا بنسميها دلتا اتش، دلتا اتش اس ستاتيك. لا دلتا اتش ستاتيك ستاتيك، دي اللي هتبقى دي كده لغايه الايه؟ دلتا ستيج اس ايزنتروبيك. خلاص؟ يبقى لو هجيب توتال تو ستاتيك افشنسي، يبقى هنعمل ايه؟ بدل ما اخد توتال تو توتال باخد تو ستاتيك، هضيف دي، بجمع على ده المسافه اللي هي سي 2 تربيع على 2.
خدت مني دقيقتين رسم. كام دلوقتي؟ 5 دقايق. بحط كل التفاصيل. في حاجات صغيره تانية ممكن نضيفها، نقول ان في حاجه اسمها دلتا اتش ستاتيك، اللي هي فين؟ هنا في الايه؟ دلتا اتش ستيت والستاتيك، من ستاتيك كونديشن لستاتيك كونديشن، لان لازم في اكسبانشن في الايه؟ في الستيتور. وبعدين في الروتور من 1 لـ 2، مش قلنا هي دي الايه؟ دلتا اتش روتور ستاتيك، من ستاتيك كونديشن لستاتيك كونديشن، اللي هي اهي مكتوبه عندك هنا دلتا اتش اس ستيتور ودلتا اتش روتور، اللي هم دول ستاتيك انسلتي دروب في الستيتور وفي الايه؟ وفي الروتور. خلاص؟ طيب 1 و2 بنجيبها ازاي؟ علاقة 1 و2 ببعض ايه؟ ان في حاجة اسمها ايه؟ ها؟ اي؟ في حاجة اسمها ايه؟ اي؟ بنجيبها ازاي؟ بان بجمع هنا ايه؟ ولك سكوير على 2. ها؟ ولك سكوير على 2 ناقص اتش بجمع ايه؟ دبليو سكوير على 2 ناقص اتش دبليو سكوير ناقص اليو سكوير على 2. يبقى دبليو سكوير ناقص يو سكوير، دبليو 1 سكوير ناقص يو 1 سكويرد على 2 يجيب لي ايه المسافة دي اللي هي ايه؟ دي تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ دبليو 2 سكوير ناقص يو 2 سكوير على 2، مش هكتبها، مش دي اي؟ اتش زائد دبليو سكوير ناقص يو سكوير كونستانت للروتور. يبقى عارف نقطة واحد بضيف دي واجمع دي. خلاص؟ أي سؤال كده؟ لو عندي ريكفري إيليمنت، ريكفري إيليمنت هيعمل إيه؟ ها؟ ريكفري إيليمنت هيعمل إيه؟ هيضيف ستيتور 2. هيبقى ستيتور 2. ستيتور 2 بيشتغل على إيه؟ على سي سكوير على 2. على سي 2 تربيع على 2. يعني إيه؟ مش قلم ممتاز. يعني من 2 دي، ها، المفروض اطلع بدل ده نقدر نكتب هنا بي 2، نسينا نكتب دي من الاول خالص، بي 1 وبي 0، وطبعا ده يبقى بي توتال ايه؟ 0. وده هنا اهوت يبقى ايه؟ فين هنا؟ ها؟ لو جمعنا هنا ايه السي 2 تربيع ده يطلع لي الايه؟ البي توتال 2. خلينا دلوقتي في السي 2 تربيع على 2، لو في ريكفري اليمنت هيعمل ايه؟ ها؟ هيعمل ايه؟ هيخلي لي جزء من السي 2 تربيع على 2 ده، شيل دي من هنا، دي اللي هي احنا قلنا ايه؟ السي 2 تربيع على 2، مش كده؟ طيب ريكفري اليمنت هيعمل لي ايه؟ اسمه 2 ايه؟ 3. يبقى بي 3 لازم يكون اكبر من ايه؟ بي 2. يبقى اذا بي 3، لو قلنا بي 3 هنا، ده بي 3، بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ بريشر رايز، مش كده؟ يبقى هنمشي كده ايه؟ للنقطة دي اسمها ايه؟ 3. عملنا ايه؟ جزء من الكينيتيك انرجي 2 تربيع على 2 حولت لبريشر رايز، وهيفضل معايا كينيتيك انرجي اسمها ايه؟ هنا ايه؟ دي تبقى ايه؟ المسافة دي سي 3 تربيع على 2، كده؟ ويبقى ده اللي احنا عملناه، ان احنا رفعنا البريشر لاثنين 3 هنا، طبعا توتال 3 يبقى فين؟ 0 3، مش كده؟ توتال 2 كان فين؟ نفس الخطوه. ها؟ فين؟ نفس الخطوه دي، ده 0 2. واضح ان 0 2 اكبر من 0 3، صح ولا غلط؟ ليه؟ البريشر دروب لازم، زي ما كان هنا نقطة 2 دي
فين اللي احنا قلنا ايه؟ زي في الستيتر اللي هو 0 1 لو خدنا التوتال بتاع 1 نلاقيه فين؟ بي سوري بتاع ايه؟ ب 1 بي توتال 1 قلنا بي توتال هنا دي توتال 0 دي بي توتال 1 اقل من بي توتال ايه؟ 0 عشان في فريكشن في لوس خلاص ادي التفاصيل اللي هي ايه؟ طبعا انت لما تكتبها ترسمها تبقى اوضح زي ما يبين هنا يعني ممكن بسهوله نقدر ايه او بي توتال 2 اهو احنا ما حطيناش بي توتال 3 هنا فادي كل الايه الاتش اس ما ياخدش 5 دقايق منك ترسم لو فاهم وترسم صح خلاص ولو بتجرب يعني ترسم في البيت تبص كده تقول اه ده انت فاهم كل حاجه ما تيجي ترسمها ما تعرفهاش اذا ما كنتش تمارس الحل وتمارس الكلام ده طيب دلوقتي من الكلام اللي احنا قلناه ده دلوقتي افرض عندي ستيج اداني ال هنقول الايه الكونديشن بتاع 0 2 او بي بي 0 يعني الانلت كونديشن بي 0 وبي 2 وبنعمل اكسبانشن بينهم زي ما انت شايف كده خلاص اكسبانشن بالشكل ده فبيديني سيرتن فاليو ل دبليو اللي هي سمول دبليو اللي هي سبيسيفيك ورك انا ممكن الاقي ستيج اخرى تديني نفس الكونديشن بتاع الورك يعني عندي بي 0 وبي 2 وهديني الورك او الاكسبانشن اللي موجود في الستيج دي بس ممكن يكون عندي ايه نقطه 1 دي او بي 1 ممكن دي تتحرك فوق وتتحرك تحت مش كده يعني طالما انا عندي ده معروف وده معروف والاكس كونديشن هنا سي 2 معروفه وسي 0 معروفه فعندي كميه الورك اللي هي دبليو دي خلاص اتعرف لكن انا ممكن اعمل ديزاين مختلف اخلي فيه بي واحد ده قيمه اخرى ده معناه ايه معناه اذا كان عندي الاكسبانشن احنا قلنا فيه ايه دلتا اتش لحد يطفي النور باين ولا مش باين باين ها لا مش النور ده مش الزرار هنا تقريبا الثالث كده مش جرب الثالث كده الشمال الثالث من الشمال جرب كده الثالث او الرابع ها خلاص كده احسن طيب يبقى عندي دلتا اتش اس ودلتا اتش ار كويس احنا قلنا دلتا اتش اس ده الاستاتيك انسر بيضرب في الايه الستيت ودلتا اتش ار ها ستاتيك انسل دروب في الركن الاثنين دول اهم متحددين بنقطه ايه 1 و 0 و 2 صح بس ممكن يكون عندي ايه القيمتين دول مع بعض 100 لكن دلتا اتش اس ممكن يكون 30 ودلتا اتش ار ممكن 70 او العكس دلتا اتش اس 70 دلتا اتش ار ايه 30 مظبوط او 50 50 يبقى اذا هنا ممكن اغير في الريشيو بين دلتا اتش اس ودلتا اتش ار واحصل على نفس الايه الورك من الستيشن طيب خلينا نفكر نقول طيب لما بغير دلتا اتش اس ودلتا اتش ار المفروض ايه اللي يتغير عندي مين الذكي عندي ذكي يعني لما بغير هنا قيمه دلتا اتش اس او دلتا اتش ار ايه اللي هيتغير عندي في الستيج او المفروض ايه اللي بيتغير في الستيج ها الايه البلاستيز مش كده ولا ايه مش هقول دلتا اتش اس ده الاكسبانشن اللي بيحصل في الستيتور اللي هو يساوي كام يساوي كام لما نحسبه ها اللي داخل كام سي 0 بعمل اكسبانشن تطلع بايه سي 1 يبقى سي 1 تربيع على 2 ناقص سي 0 تربيع على 2 هي دلتا اتش اس
فانا لو غير قيمه دلتا اتش اس معناها ايه؟ بغير السي واحد بقى. اذا كانت زير ما هي كان ممكن هي مكتوبه هنا. مش مكتوبه سي واحد. سي واحد اللي هي من نقطة واحد لغاية الديتم اللي فوق بتاعت اتش توتال، مش كده ولا ايه؟ يعني سي واحد المفروض ان هي ايه؟ من هنا لغاية الخط ده. اتش توتال ناقص اتش ايه؟ واحد، ده سي واحد تربيع على اتنين. يبقى لما بغير النقطة دي كده كده انا بغير سي واحد، وبالتالي هو ده الاكسبانشن في الستيتور. وكمان بغير بقى دبليو واحد ودبليو اتنين، لان لما بغير دول الدبليو بتتغير، الاي بتتغير، كله بيتغير. يعني بلس ترانجل كله بيتغير. يعني ونص ترانجل جاي منين؟ من الشيب اوف بليز. يعني معناها بليز شكلها مختلف خالص. طالما بغير نقطه واحد دي فوق تحت، بغير الريشيو من دلتا اتش اس لدلتا اتش ار، معناها ان الشيب اوف بليز مختلف. لان الفلوسيتي دياجرام برسمه بناء عن الزوايا بتاعه الايه؟ الريش اللي عندي وشكل الريش. يبقى اذا انا اكشوالي بغير بقى شكل الايه؟ البليدز بتاعتي. عشان نكنترول العمليه دي، ده الاتش اس في كومبريسور، راجعه بقى وحاول ترسمه بنفس الاسلوب اللي احنا قلنا عليه خطوه خطوه كده عشان تبقى فاهم وجرب. عشان كده هنعرف حاجه اسمها ديجري اوف رياكشن. هنغير نعرف حاجه اسمها ديجري اوف رياكشن. الديجري اوف رياكشن دي حاجه بنقيس بيها الانثالبي تشينج في الايه؟ الروتور على التوتال انثالبي تشينج في الستيج. ولما اقول تشينج انه ممكن يكون زياده او نقص، حسب عندي كومبريسور ولا عندي ايه؟ ها؟ تيربن. اذا كان تيربن عندي اكسبانشن فعندي انثالبي دروب، اذا كان كومبريسور عندي بريشر ايه؟ رايز. وساعات ناخد بريشر رايز لما كنا بنتكلم على ايه؟ انكمبريسبل فلو. احنا قلنا لما اتكلم على انكمبريسبل فلو بدل الانسلبي بنقول بريشر، لان عندي دنسي ثابته. خلاص؟ طيب يبقى الريشيو بين اللي بيحصل في الروتور على اللي بيحصل في الستيج ككل. التشينج اللي بيحصل في الروتور على التشينج اللي بيحصل في الايه؟ في الستيج. يعني نقدر نكتبها بهذا الشكل. الديجري اوف رياكشن بنسميها ار، هي دلتا اتش روتور على دلتا اتش ستيج. وما ننساش ان دلتا اتش ستيج هي دلتا اتش روتور زائد دلتا اتش ستيتور. دي بنسميها الديجري اوف رياكشن. خلاص؟ الحقيقه في كمان اكتر من تعريف الديجري اوف رياكشن حسب انت بتاخد انسل بيدروب شكله ايه؟ بس هنشوف دلوقتي بالتفصيل. يعني لو احب اجيبها من الفلوسي دياجرام، دلتا اتش روتور بيساوي ايه؟ نرجع تاني، فاكرين اويلر ايكويشن؟ يو دلتا سي يو، ما يو دلتا سي يو ده الورك اللي باخده، الاكسبانشن اللي باخده. لما فكيناها قلنا كام تيرم؟ ثلاثة. اللي هو اليو تربيع ديفرنس، والسي تربيع ديفرنس، والدبليو تربيع ديفرنس. وقلنا السي تربيع ده يمثل الايه؟ التشينج في الايه؟ في الايه؟ في الايه؟ تشينج في الايه قلنا؟ سي تربيع في الايه؟ في الستيتور. يبقى الترمين التانيين قلنا ده التشينج اللي بيحصل في الايه؟ في الروتر. عشان كده جمعناهم في الروتر على اتش وقلنا دبليو تربيع ناقص يو تربيع. يبقى اذا لما اكتبها ان جنرال هقول ايه؟ اليو واحد تربيع ناقص يو اتنين تربيع ناقص دبليو واحد تربيع ناقص دبليو اتنين تربيع، ده يبقى التشينج اللي بيحصل في الايه؟ في الروتر. طيب الستيج ككل نضيف بقى عليه الايه؟ اللي بيحصل في الايه؟ في الستيج. طيب الستيتور بيحصل فيه ايه؟ سي واحد تربيع ناقص ايه؟ ها؟ ناقص سي ليه سي اتنين تربيع؟ ما احنا كاتبين اهوت سي زيرو، مش ده الستيتور؟ بيبدا بسي زيرو وبعدين بيعمل اكسبانشن تطلع الفلوب سي واحد. يبقى المفروض سي واحد ناقص ايه؟ سي زيرو. يبقى سي واحد تربيع ناقص سي زيرو تربيع. يبقى احنا غلط هنا. مش احنا لا لان مكتوب فوق الاول لو هو مكتوب فوق ايه؟ فور ريبيتد ستيجز بناخد سي 0 تساوي سي 2. طب لو مش ريبيتد؟
يبقى غلط ان احط هنا سي 2 مش كده ولا ايه؟ يبقى المفروض سي 1 تربيع ناقص سي 0 تربيع. لو بتكلم على سنجل ستيج تيربن او بتكلم على الفيرست ستيج اوف ا تيربن والسي اللي داخله ما بتساويش سي 2، يبقى في هذه الحاله لما احسب الرياكشن للستيج ديت لازم اخد الايه؟ السي 0. احنا باخد اكسبانشن في ستيتور واكسبانشن في روتر. الستيتور داخل له ايه؟ في مثل هذه الحاله داخل سي 0 تربيع على 2. لكن الريبيتد ستيجز يبقى هنقول ايه؟ الريليشن كده تمشي ايه؟ صح. طيب لو اكسيال ستيج هقول يو 1 بتساوي يو 2 ورايح مخي شويه واقول انها بتساوي دبليو 2 تربيع ناقص دبليو تربيع على الايه؟ الدبليو تربيع ديفرنس زائد السي تربيع ديفرنس، وريبيتد ستيج يبقى سي 2، مش ريبيتد يبقى سي 0. خلاص؟ طيب ساعات بقى بنحسب الديجري اوف رياكشن بيزد على الايزنتروبيك انسلب دروب مش على الاكتشوال. اللي احنا شفناه ده كان ده اكتشوال، باخد السي تربيع ديفرنس الدبليو تربيع ديفرنس دي اللي هي الاكتشوال فيلوسيتيز. لكن ساعات اخد بيزد على الايزنتروبيك انسلب دروب في الايه؟ الستيج. يبقى بدل ما اقول دلتا اتش روتور هقول دلتا اتش روتور ايزنتروبيك، ودلتا اتش ستيج هيبقى هجمع دلتا اتش روتور ايزنتروبيك زائد دلتا اتش ستيتور ايزنتروبيك مش كده؟ ويبقى عندي الريو رياكشن دي بنسميها ار اس. ار بيزد على الايزنتروبيك فاليوز. طب نجيبها ازاي؟ ممكن من بلس الدياجرام على طول. يبقى هنقول ايه؟ نحط الايزنتروبيك فاليوز. انا كان عندي دبليو 2 تربيع ناقص دبليو 1 تربيع، شيل دبليو 2 تربيع ونحط بدلها الايزنتروبيك فاليو بتاعتها اللي هي مقسومه على ايه؟ بيتا روت زي ما احنا قلنا في الايه؟ ماشي؟ يبقى دبليو 2 تربيع على ايتا روت عشان تجيب دبليو 2 اس تربيع. وزيها ايه؟ سي 1 تربيع على 2 مش كده؟ يبقى سي 1 تربيع على ايتا اس مش كده؟ بدل ايه؟ واحد هيقول لي فين الاثنين هنا؟ ما هو الاثنين نسمع على الاثنين اه طب كويس واحد صاحي معانا في نص فوق وفي نص تحت بيروحوا مع بعض فبنكتبها بالشكل ده لكن الصح نكتبها نص ونص. بس انا افتكرت حاجه عشان ايه؟ ما اتلخبطش. اللي تحت ده عباره عن ايه؟ اللي تحت ده عباره عن ايه؟ ديجري اوف رياكشن فور اكس. اللي تحت تحت في المقام مش تحت مش السطر اللي تحت. الكل ده عباره عن ايه؟ الورك في الستيج مش كده؟ ده الاكسبانشن كله صح؟ طب لو انا بحب اجيب الافشنسي خدناها يبقى بحط هنا الايزوتروبيك ايه؟ ها؟ لا لو بحط ناخدها بقى في هنا الايزنتروبيك هنا اهي خليها في دي بقى يعني اللي تحت ده كله يمثل ايه؟ الايزنتروبيك ورك مش كده؟ خلي بالك ايزنتروبيك ايه؟ ورك ايزنتروبيك ورك يعني لو بجيب افشنسي يبقى اللي فوق احط بس ايه؟ الافشنسي بتاعت يو دلتا سي يو مش كده؟ يبقى يعني هنا كان ده الاكسبانشن في الورك ده ريو رياكشن لكن لو بقول افشنسي يبقى المفروض احط هنا ايه؟ يو دلتا سي يو بس احط لها الاثنين طبعا عشان النص اللي تحت يعني او احط نص تحت صح؟ بس خلي بالك لو سنجل ستيج او مش مالتي ستيج يعني هي ريبيتد ستيج سي 2 دي احطها ايه؟ سي 2 تبقى ايه؟ سي 0 سي 0 لان انا هنا بقول ايزنتروبيك ورك هنا ايه؟ قلت اللي داخل خلاص سي زيرو خلاص ماليش دعوه بيه لكن اللي خارج عند نقطه 2 ايه؟ توتال بتاع 2 هنا ايه؟ مش سي 2 تربيع؟ اصل لو حطيتها سي زيرو معناها الكلام اللي احنا قلناه قبل كده بقى
الستيج اللي سي 2 بتاعتها صغيره تبقى افضل. يعني دلوقتي خلينا نقول لو انا عندي ستيج خارج بسي 2 تربيع كبيره وستيج ثانيه عملتها بس خليت سي 2 دي صغيره، انهين افضل كبيره ولا صغيره؟ صغيره. لان سي 2 تربيع ده يعتبر لص بالنسبه ليا، لص برميه مش كده؟ فيبقى ده كاينتك انرجي اترمت من عندي، عشان كده يبقى سي 2 تربيع. بدليل ان احنا بقول لما بقول توتال تو ستاتيك بقول معناها ايه؟ معناها ان خرجت بسي 2 يساوي زيرو، يعني خدت الاكسبانشن كله من التوتال ده لغايه الاستاتيك، فبيديني دبليو اس ايه؟ كبيره. لما اضربها في الافشنسي بتاعت التيربين المفروض تديني ورك ايه؟ اكتر. فلما هنا في الافشنسي يبقى لازم اخد اي سي 2 تربيع على 2 اكزيت كام؟ انا بقول اتش توتال 1 ناقص اتش توتال 2، مش ده الورك في التيربين؟ اتش توتال 1 ناقص اتش توتال 2. اتش توتال 2 عباره عن ايه؟ ستاتيك بتاع 2 زائد الكينيتيك انرجي اللي خارج بيه. مظبوط؟ فديجري اوف رياكشن بقى يبقى قلنا في الايزنتروبيك ديجري اوف رياكشن بنحط هنا ندخل الافشنسيز اللي هي بتاعه الستيتر وبتاعه الروتور لاننا بنجيب الايزنتروبيك ايه فاليوز. يبقى اذا عندي في ديجري اوف رياكشن معتاده عارفينها عاديه، انسل بدروب الاكتوال على الاكتوال الستيج، الايزنتروبيك بناخد الايزنتروبيك فاليوز سواء في الستيتر او في الايه سوري في الروتور او في الايه الستيج ككل، لان دلتا اتش ار على دلتا اتش ايه ستيج. في بقى كينيماتيك ديجري اوف رياكشن او حاجه ثالثه، ودي خاصه، دي خاصه لايه؟ خاصه لايه؟ للاكسيال ستيجز واللي فيها الاكسيال فيلوسيتي كونستانت. يبقى دي لازم تكون اولا بنتكلم على اكسيال ستيجز وبنتكلم على كونستانت اكسيال فيلوسيتي. لو خدنا البلوس دياجرام اللي عندنا اهو اللي هو زي ما بنشوف كويس، وهنشوف الكلام ده يجي ازاي. احنا بنقول هنا ايه تاني اهو، خلينا في ده الاكتوال ده. انا قلت ده اصلا يمثل الايه مش الورك، ها في نص بس صح، يعني كان ده يساوي ايه؟ اثنين يو دلتا سي يو. خلاص معانا؟ اثنين يو دلتا سي يو اللي تحت ده. اللي فوق لو اكسيال ستيج قلنا هيبقى ايه؟ دبليو 2 تربيع ناقص دبليو 1 تربيع. واللي تحت ايه؟ اثنين يو دلتا سي يو. واضح الكلام ده؟ تعال نشوف دول يساووا ايه بقى. اي دبليو 2 تربيع ناقص دبليو 1 تربيع، بس المفروض دي كانت تبقى كابيتال دبليو سمول يو دلتا سي يو، والاثنين طلعت فوق اهي، او الاثنين هي على اثنين اهي، يعني الاثنين دي تحت. خلاص؟ طيب دبليو 2 اي مثلث بقى، دبليو 2 تربيع ناقص دبليو 1 تربيع دبليو 2. احنا قلنا السي اكسيال كونستانت صح؟ يبقى لما اقول دبليو 2 تربيع هقول اكنها بتساوي ايه؟ دبليو الكومبوننت بتاع دبليو 2 اي فيلوسيتي دياجرام اهو. هو قال لي هنا ايه؟ سي اكسيال كونستانت دي ما ينفعش الا لل ها اكسيال ستيجز وايه وسي اكسيال تساوي كونستانت. يعني لو سي اكسيال مش كونستانت ما تنفعش. خلاص؟ طيب فديت ايه؟ ده ايه؟ دبليو 1 ودي ايه؟
W2. يبقى W2 تربيع بتساوي ايه؟ لو قلنا المسافة دي عبارة عن ايه؟ WU2، والمسافة دي هتساوي ايه؟ مش مسقط W، WU1، وهنا دي هتبقى C axial 2 تساوي W axial 2 تساوي C axial 1 تساوي W axial 1، مش كده؟ لان ده دي بتساوي دي. يبقى اي فيكتور W2 هقول WU2 زائد W axial 2، و W1 تربيع هتساوي W1 تربيع زائد ايه؟ W axial 1 تربيع اللي هي C axial اللي هي constant. يبقى كان ال W2 تربيع ناقص W1 تربيع هتقول الى WU2 تربيع ناقص WU1 تربيع، مش كده؟ صح؟ طيب وبعدين تحت 2 U دلتا CU، فين دلتا CU؟ نجي دلتا CU لان ده C1 وده ايه؟ صح ولا غلط؟ سي واحد سي اتنين. يبقى دلتا سي يو هي بتساوي دلتا ايه؟ دبليو يو، مش كده؟ اللي هي دبليو ايه؟ يو اتنين ناقص دبليو واحد لان لهم اتجاهات ايه؟ مختلفة، صح؟ واللي فوق دبليو يو اتنين تربيع ناقص دبليو واحد تربيع ده فرق بين المربعين اللي هي دبليو يو اتنين زائد دبليو اتنين W2 ناقص W1، الديفرنس يروح مع بعض يطلع لي انها ايه؟ WU1 زائد W2 على 2U، صح؟ يعني ايه بقى دي؟ W1 زائد W2، خلي بالك بقى دي زائد، ها؟ على 2، يعني المفروض يبقى لو اتجاهاتهم متعاكسة يبقى ايه؟ نشيل W الواحدة من الثانية عشان دول ايه؟ صح؟ طيب دي بتيجي على طول ازاي؟ بان اقول المسافة ديت كلها W1 زائد U2 بقسمها نصين، يعني بقول الحتة دي تساوي الحتة دي والحتة دي هي W U مين؟ اللي هي W U واحد زائد W U اتنين على اتنين، خلاص؟ الفيكتور ده اللي في الوسط كده اللي هو بين دي ودي من الصفة بنسميه W مين، المين فيكتور بتاع الريلاتيف فيلوسيتي. خد مثال عشان ما تتعبش نفسك. افرض ان ديت الدايركشن بتاعنا ده كده 100 ودي 50، صح؟ يبقى مجموعهم على بعض كام؟ دي المسافه دي كلها كام؟ 150 مقسمها على 2 75. 75 الحته دي كلها 75، مش كده؟ شيل منها ال 50 يبقى دي 25، صح؟ يبقى اذا دي هي دبليو يو مين. ليه؟ لانها المية ناقص الخمسين بخمسين، نصها بكام؟ 25، مش كده؟ تاني بلاش 150 احسن، طلعت النص. افرض ديت 140، صح؟ يبقى كام؟ 100 وزائد 40 كام؟ على 2 70، شيل منها 40 تبقى الحته دي كام؟ ها؟ 30، اللي هي عبارة عن ايه؟ المية ناقص الاربعين على اتنين تطلع لك 30. يبقى احنا بنعملها على طول ايه؟ من المثلث. نروح حاطين هنا ايه؟ نص المسافة دي، ويبقى الفيكتور ده بنسميه هو المين ريلاتيف فيكتور بين W1 و W2. المسقط بتاعه هنا على اليو بالنسبة لليو هو ديجري اوف ريأكشن، اللي هي W مين؟ اللي هي W1 زائد W2 على 2 هنسميها WU مين. فين WU مين؟ اللي هي المسافة دي. المسافة دي بالنسبة لليو تديني degree of reaction على طول.
خلاص دبليو واحد ودبليو اتنين هي اصلها برضو ايه نقدر نكتبها ايه بدلالة السي يو يو ناقص مش كده سي يو يعني دلوقتي دبليو يو دي خد اي واحدة مش سي واحد ديت يبقى سي يو بتاعتها دي كلها شيل منها اليو طلع الدبليو وبعدين دبليو اتنين او سي اتنين اهي سي اتنين المسافة دي كلها دبليو اتنين شيل منها يو يطلع لك سي يو اتنين يبقى اذا انا اقدر اقول انها يو ناقص سي واحد زائد اتنين وعندي اتنين يو تبقى اطلع لي واحد ناقص سي واحد زائد سي يو اتنين على اتنين يو يعني نفس القصة اقدر اقول ايه ها سي يو واحد زائد سي يو اتنين على اتنين يسميها سي يو مين يعني الفيكتور ده اهو اقدر اسميه ايه سي مين مين بين سي واحد وبين سي اتنين لان الحتة دي بتساوي الحتة دي ويبقى المسافة دي هي ايه سي يو مين واحد ناقص سي يو مين على يو دي ديجري اوف رياكشن عشان بنجيبها من المثلثات سميناها كاينماتيك ديجري اوف رياكشن سميناها ايه كاينماتيك ديجري اوف رياكشن خلاص كاينماتيك ديجري اوف رياكشن لايه لأكسيال وكونستانت ايه أكسيال طب لو مش كونستانت أكسيال فيلوستي ها يبقى هعمل ايه لو تشينج مش كبير قوي دي سي أكسيال ممكن ناخدها برضو كينماتيك لكن الصح اللي بقى ايه خدها من المثلثات واحنا شوفنا بتتحسب ازاي الديجري اوف ايه اوف رياكشن وبنسبة المثلثات يعني انت قدامك حاجتين لو قلت احنا بناخدها مثلثات يا ترسم المثلثات وتقيس بس لازم رسمك يكون صح يعني بقول لك هات ديجري اوف رياكشن هترسم المثلثات دي وهتقيس لل بروجكشن ده او تحسب والحساب برضو ايه بيبقى ادق انك بتحسب اذا كنت بتعرف تحسب تغلط في الحساب ده موضوع تاني خلاص الحاجه الثانيه اللي بقولها يعني دايما احنا لما نديك وانا قلتها المره اللي فاتت او المره اللي قبلها يعني عشان ارسم الفلوس دياجرام مش لازم يكون عندي الفاليوز يعني انا ساعات كتير بيبقى عندي ريشيوز اقول له فاي لامدا ابساي مش عارف الكلام ده كله انت عارفين الكلام ده صح ف اللي يجي يقول لك ايه يعني افرض ان هو بقول له ايه احنا قلنا يو على سي واحد عرفناها سبيد ريشيو اللي هي يو على سي واحد يو على سي واحد اللي بنسميها ايه نيو سبيد ريشيو بقول له يو على سي واحد مثلا بتساوي 0.3 وانت ما انتش واخد اليو ولا السي واحد يعني كفاليوز يبقى ما تروحش تقول على طول يعني مش صح كتير يقول لك ايه اسيوم يو بتساوي قد يكون في المساله بعد كده بيقول لك احسب يو هو عشان يرسم المثلث يقول لك اسيوم يو بتساوي اسيوم دي يعني مش بقول يعني لو هاخدها سكيل على طول يعني مش غلط لكن اسيوم يو يساوي مثلا 300 متر في الثانيه كلام مش مظبوط يعني وبعدين يرجع يقول لك بقى سكيل مش عارف 1 ل 100 يبقى خدها 3 سم يبقى انا من البدايه اقول ايه لت مثلا يو تساوي 5 سم يعني انا هرسم المثلث 10 سم يعني انا هاخد اليو بتاعتي ها مسافه اهي خلاص السكيل مش مهم بقى دلوقتي يعني كابسوليت فاليو كام تهمنيش لكن هقول لت مثلا يو بتساوي 10 سم لما اعرف اليو بتساوي 10 والريشيو دي عارفها يبقى اقدر اجيب سي 1 وهرسم على طول بقى ايه سي 1 بالسكيل اللي انا خدته يبقى ده كله مرسوم بايه على ان مثلا يو بتساوي عندي في السكيل بتاعي 10 سم وبعدين الباقي انسب لها بقى دي قدها مرتين دي قدها ثلاثه دي قدها اربعه يبقى كله اكنه فانكشن في ايه في اليو اكنه هيبقى كله فانكشن في الايه في اليو اليو 10 يبقى لو عندي حاجه 15 يقول 1.5 يو لو عندي حاجه 4 هيبقى 0.4 يو يبقى كل اللي عندي يتحول الى ايه
فانكشنز الايه في اليو. دي بتسهل كتير بدل ما اقعد اقول اسيوم اليو بعدين اتلخبط تاني ولا اليو محسوبه او لازم تتحسب او يبقى يعني ايه كده خلاص. دي ديجري اوف رياكشن كان هنا ديجري اوف رياكشن اللي هي بتيجي من الفيلوسيتي داجر. طبعا نفس القصه لو عندي كومبريسور بس الكومبريسور بيبقى الايه الروس ديجرام بتاعتي ايه مختلفه مش كده اللي هي شكلها ايه يعني لو عندي كومبريسور خلي بالك برضو نقول دائما ابدا اما برسم كومبريسور يبقى هرسم كده ايه يو كبيره كده وبعدين هرسم دلتا سيو تحت تبقى ايه ادي مثلث بتاع او جلسات بتاعت ايه كومبريسور يبقى شكلها كده. طيب وعشان ناس كتير بتغلط علشان احط الفيلوسيتي الصح لازم اقول ايه اذا كان ده يو انا بقول دبليو يو زائد دبليو بتساوي ايه سي مش كده؟ دي القاعده بتاعتنا الابسولوت فيلوسيتي سي بتساوي يو زائد دبليو. يبقى طالما رسمت ده كده يبقى هقول دي دبليو واللي يكمل المثلث بتاعها سي وتبقى دي كمان دبليو صح؟ تبقى دي ايه؟ سي. بس دبليو واحد ولا دبليو اتنين؟ فين واحد وفين اتنين؟ نقول واحد واثنين ايه؟ فين واحد وفين اثنين؟ يعني دي تبقى دبليو واحد ولا دبليو اثنين؟ ها؟ لازم واحد ليه؟ ها؟ لازم يبقى فاهمين ليه دبليو واحد؟ زود الروس من هنا احنا خلينا في دبليو دلوقتي ها؟ دبليو واحد ليه دبليو واحد فوق دي؟ ما هو اذا كانت دي دبليو واحد يبقى دي هتبقى دبليو ايه؟ ايه علاقه دبليو واحد بدبليو اتنين؟ علاقتها من ناحيه الاكبر ولا اقل؟ ما احنا عارفين كلهم داخلين في الورق كله. احنا كنا لسه راسمين تيربن دلوقتي. كانت دبليو واحد علاقتها بدبليو اتنين ايه؟ دبليو واحد اكبر ليه؟ بنعمل ايه في الروتر بتاع التيربن؟ ناخد منه انرجي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني الجواب السهل يبقى قدامنا ونروح للحاجات البعيده. ما احنا عارفين ان الروتر بيدينا الدبليو واحد والدبليو اتنين علاقتهم ببعض ايه؟ ايه اللي لسه كنا لسه بنقول دلوقتي وقلتها من الاول بنعمل ايه في التيربن بيعمل ايه؟ ما احنا كنا راسمين الاتش اس تشارت بنعمل ايه اسمها ايه بروسيس اسمها ايه اكسبانشن اكسبانشن يبقى سرعه جرالها ايه ما شاء الله اكسبانشن معناها ايه السرعه معناها سرعه تزيد بنزل بالانثالبي بيتحول كلها كينيتيك انرجي. يبقى في الروتور بتاع التيربن دبليو 1 اكبر من دبليو 2 لكن لما اجي للكمبريسور بنعمل فيه ايه بريشر رايز بنعمل ديفيوجن بنحول الفيلوسيتيز الى ايه كينيتيك انرجي الى ايه ستاتيك انثالبي او بريشر رايز. يبقى في الروتور بتاع الكمبريسور لازم ايه تكون W1 دخلة كبيرة وتطلع لي W2 أصغر. W1 و W2 يبقى إذا W1 دي تبقى هنا ودي W2 وطالما دي W2 تبقى دي بقت إيه؟ ودي تبقى إيه؟ خلي بالك طب ما هو C2 C1 دي عبارة في فين حتة بتحصل؟ في الإيه؟ السي تشينج ده بيحصل فين؟ في الايه؟
ها في الايه ستيج بتاعت كومبريسور تكون من ايه روتور وستيتور ستيتور نوعه ايه اسمه ايه اس ايه اتنين اس اتنين واس اتنين قلنا ده بيعمل ايه على طول طول عمره يعمل ديفيوجن بس اس اتنين اسمه ايه بدايته اتنين ونهايته كام تلاتة امال فين تلاتة هنا فين تلاتة اللي هي دي بنقول اكوفلنت التلاتة مش قلنا دي خارج السكند ستيتور يبقى كن في ستيتور برضو بيحصل سي اتنين اكبر من ايه يعني بيحصل ضايق برضو ايه ديفيوجن مش بيحصل بريشر رايز احنا لسه الاس ده ايه ده ده ايه ده ده اللي بيحصل في الكمبريسور الكمبريسور قلنا اسمه ايه روتور وايه واس اتنين الروتور اهو دخل له واحد خرج منه اتنين اللي بعديه السكند ستيتور اس اتنين دخل له اتنين يطلع منه تلاتة بيحصل ايه من واحد لاتنين في الروتور ايه اللي حصل انا داخل باتش واحد استاتيك ومعايا سي واحد تربيع على اتنين هخرج من الروتور بايه نقطة اتنين دي المفروض ومعايا ايه كاينيتك انرجي اسمها مش مكتوبة هي هي دي بس ممسوحة من هنا لهنا الايه سي اتنين تربيع على اتنين سي اتنين تربيع على اتنين الجزء ده كله سي اتنين تربيع على ايه على اتنين لان ده اتش توتال اتنين اتش توتال اتنين بتساوي اتش اتنين زائد سي اتنين تربيع على اتنين يبقى انا هنا عملت ايه من واحد لاتنين من واحد لاتنين ها بريشر رايز بريشر رايز على حساب ايه بقى الدبليو يعني هنا لو حطيت حطيت حبيت احط اي افرض ان اكسيال ستيج فاكسيال ستيج يو واحد بيساوي ايه يو اتنين احنا قلنا الروتور بنربط النقطتين بتوعه واحد اتنين ده عن طريق الايه الايه الرو صلبي الرو صلبي بتساوي ايه الرو صلبي بتساوي ايه اتش ستاتيك زائد دبليو تربيع ناقص يو تربيع طب انا عندي هنا اكسيال ستيج قلت يبقى يو تربيع ايه ها دي مع دي يبقى اذا الرو صلبي بتتحول الى ايه اتش زائد دبليو تربيع على 2 يساوي كونستانت صح يعني لو حبيت احط الرو صلبي هنا هاجي اقول ايه والله ادي اتش واحد اهي اجمع عليها دبليو واحد تربيع افرض انها توصلني لغايه النقطه دي مثلا لغايه النقطه دي يبقى اتش واحد هاجمع عليها دبليو واحد تربيع على 2 تديني لغايه هنا الايه الاي صح الاي دي لما اشيل منها اتش 2 المسافه دي هنا ايه دبليو 2 تربيع على 2 يبقى المسافه دبليو 2 تربيع على 2 دي اكبر ولا دبليو 1 تربيع مش احنا قلنا انا بعمل كده ادي نقطه 1 ونقطه 2 فوق والاثنين بيجمعهم الاي المسافه دي تبقى دبليو 1 تربيع المسافه دي من هنا للاي دبليو 2 تربيع حصل ايه اهو ديفيوجن دبليو 1 تربيع صغر دبليو 2 تربيع على 2 عشان كده خلي بالي بقى يبقى دبليو 1 لازم يكون اكبر من ايه لو فهمت دي يبقى ما غلطش 90% بيغلطوا من الكلام ده خاصه بقى لما تيجي ترسم نقول لك ارسم البليدز يعني خدها قدام شويه ارسم البليدز اللي تعمل لي الفيكتورز دي توصل لك رحت راسم حاجه غلط بدل ما هي تبقى كومبريسور تبقى تلاقيها تيربو لانك انت عملت دبليو 2 فوق ودبليو 1 تحت عكستهم كويس يبقى هنا دبليو 1 وهنا دبليو 2 وخلاص انا ما اعرفش دبليو 1 ودبليو 2 يبقى عندي سي 2 والمفروض سي 3 لان اللي خارجه بقى من الستيتور 2 اللي هي 1 في المالتي ستيجز او في الريبيتد ايه
ستيجز. خلاص طيب يبقى كده احنا قلنا الكلمه دي يورو رياكشن وقلنا نفس القصه برضو. اما اجي اقول الديجري الكينيتيك ديجري اوف رياكشن بتاعه الايه الكمبريس هعمل ايه؟ نفس الكلام، لان احنا لما حطينا الديجري اوف رياكشن ما قلناش احنا دلتا اتش على دلتا اتش ستيج، لا دلتا اتش روتر على دلتا اتش ستيج، وقلنا ايه تشينج، يعني ممكن يكون رايز او ممكن يكون ايه دروب. ولما حطيناها بقى في صوره المعادله بتاعه السبيشال كيس لاكسيال كونستانت فيلوسيتي و اكسيال ستيج طلعت لي الدبليو يو مين على الايه على اليو. يعني برضو نفس الكلام هنا، لو جيت هنا اهوت قسمت المسافه دي، ما هي المسافه دي هي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ايه يا شباب؟ دلتا ايه سي يو، تنفعش دلتا دبليو يو شيء هي صح. يبقى انا لو جيت نصفت دي هيبقى الفيكتور ده اسمه ايه؟ ها يبقى دبليو ايه والمسافه دي تبقى ايه اذا كانت دي كلها يو يبقى دبليو يو مين على يو تساوي ايه ديجري اوف رياكشن. خلاص طيب سموها ديجري اوف رياكشن ليه؟ ليه سميناها ديجري اوف رياكشن؟ سميناها ديجري اوف رياكشن لو رجعنا اهو شايف دبليو 2 واحد هنا ودبليو 2 ان هين اكبر قلت دايما بناخد اتجاه يو كده عشان ما نغلطش، يبقى ديت السي واحد ودي الدبليو ايه واحد ويبقى دبليو 2 ودبليو او سي 2. احنا قلنا ديجري اوف رياكشن دي بتساوي ايه؟ لو هي كينيماتيك خليها كينيماتيك، يبقى قلنا الفيكتور اللي هو دبليو مين، وقلنا المسافه دي هي ايه دبليو يو مين على يو ديجري اوف رياكشن. طيب لو عندي ديجري اوف رياكشن بتساوي صفر لو الديجري اوف رياكشن بتاعتي بتساوي ايه؟ صفر. يعني معناها ايه؟ معناها المثلث بتاعي يبقى شكله عامل ازاي؟ اقول لو كده قلنا اليو يبقى الدبليو مين بتاعي لازم يكون كده، يبقى لازم تكون دي بتساوي ايه؟ خليها بقى كده اهي، يبقى الحته دي بتساوي الحته دي، ويبقى الدبليو ايه؟ ها؟ كده يبقى دبليو 1 يساوي دبليو 2 مظبوط، والورك بتاعي هو دلتا سي ودي كده. طب افرض المثلث ده هو المثلث ده، بس احنا عملنا ايه؟ ايه الفرق بين ده وده؟ ان انا عملت ايه في ده هنا؟ لما لا سيبنا من سي اكسل، يعني افرض هو المثلث هو هو كان كده الاثنين دول بيساووا بعض، وجيت ديت دي دبليو 1 ودي دبليو 2، المثلث الثاني انا عملت ده عملت ايه في دبليو 2؟ كبرتها. يعني ايه كبرتها؟ يعني بقى في ايه؟ دلتا اتش ايه؟ روتر مش ديجري اوف رياكشن زيرو، معناها دلتا اتش روتر بصفر. دبليو مش لسه بنقول يا جماعه اهوت، لسه بنقول اهوت واحد واثنين ايه اللي بيربطهم مع بعض؟ ها؟ واحد واثنين ايه اللي بيربطهم مع بعض؟ الاي بتعمل اكسبانشن او بتعمل بريشر رايز، يبقى على حساب دبليو واحد ودبليو اثنين الفرق بينهم. دلوقتي لما بقول ديجري اوف رياكشن صفر يبقى دبليو واحد يساوي دبليو اثنين، يعني معناها يعني ما بعملش اكسبانشن في الايه؟ في الروتر. يعني واحد واثنين دول يتحطوا على بعض صح ولا غلط؟ ده نقطة واحد ونقطة اثنين يبقى هم نفس النقطة. يعني أنا الفلو بيعدي جوه الروتر ويخرج بنفس السرعة
مفيش اكسبانشن بس بيعمل ايه؟ بيغير اتجاهه. بيغير ايه؟ اتجاهه. لان كانت الفيكتور دبليو واحد هناك بقى دبليو 2 هو خارج كده. طيب الحاله الثانيه عملنا ايه؟ كبرنا دبليو 1 بقى دبليو 2 وفي نفس الوقت كبرناه في نفس الاتجاه ولا خدناه في ايه؟ يبقى عمل الفلو عمل غير الدايركشن وعمل كمان ايه؟ اكسبانشن. الاولاني اللي هو بيغير الدايركشن بس عامل زي ايه؟ عامل زي يعني بالمثال نقول لو انا عندك كوره كده بلاستيك وخبطتها في الحيطه بترد بنفس الايه؟ السرعه صح؟ لكن السرعه لكن الحيطه بيحصل فيها ايه؟ بيحصل عليها ايه؟ خدت في الميكانيك زمان الامبلس فورس نتيجه حاجه بتخبط وترد مش كده؟ فيبقى كان هنا الفلو لما خبط ورد في اتجاه تاني ادى امبلس فورس للبليدز. عشان كده اللي الزيرو رياكشن ده بنسميه امبلس بليدز. خدنا في اول السنه ويمكن شفته في حاجه اسمها ايه؟ فيلتون تيربن. عارفينها؟ فيلتون تيربن بس ما كتبوش عليها، قلناها في اول المحاضره. اللي هي عباره عن ايه؟ ووتر تيربن. بيبقى عندي جت بتخبط في ايه؟ في بليز شكلها عامل كده، باكتس الشكل ده. البليز شكلها عامل كده نصين كده متماثلين، ويبقى عندي هنا هوت في جت بتاعت ميه بتخبط كده. فالميه بيجرى لها ايه؟ بتلف هنا وتلف في النص الثاني وتغير اتجاهها وتقريبا بنفس السرعه، لكن الاكشن ده بيدي دفعه للبليد خليه يلف. دي نسميها امبلس بليد اللي هي زيرو رياكشن. طب ليه سميناها رياكشن؟ لان طالما انا الديجري اوف رياكشن بقت اكبر من الزيرو معناها في ايه؟ اكسبانشن مش كده؟ في ايه؟ اكسبانشن. وطالما في اكسبانشن معناها في بريشر دروب. الاكسبانشن هيجي منين؟ مش قلنا بريشر دروب؟ اكن البريشر دروب ده بيزق الفلو يديله سرعه عاليه وبيخليه يطلع من البليدز. وكله اكشن له ايه؟ رياكشن. هينتج عنه ايه؟ رياكتنج فورس تخلي البليد يدور. عشان تفهم دي ببساطه كده، لما يكون معاك بالونه، معاك بالونه منفوخه وبعدين ماسكها كده وبعدين بتسيبها، بيحصل ايه؟ الهواء بيطلع والبالونه بيجرى لها ايه؟ تتحرك في اتجاه عكسي. ليه؟ لان انت عندك البالونه فيها هواء، الضغط بتاعه اعلى شويه من الاتموسفير عشان كده منفوخه. فلما انت بتفتح الفتحه الصغيره دي يبقى فرق البريشر اللي موجود بيخلي الهواء يطلع بايه؟ بسرعه مش كده؟ مش دي فورس بتزق الاير ده عشان يخرج. كل اكشن له ايه؟ رياكشن. الفورس اللي بتزق الهواء دي عليها رياكتنج فورس بتخلي البالونه يجرى لها ايه؟ تتحرك. نفس القصه هنا. يبقى انا دلوقتي عندي لو انا قلت هنا الجزء ده لو السرعه كتلتها ثابته يبقى الجزء انه دي دبليو 1 تساوي دبليو 1 شرطه هنا، دي كان هيبقى فورس ديو تو الامبلس اكشن. لكن كون السرعه زادت الحته الزياده دي هتديني كمان رياكتنج فورس تدور لي الايه؟ الريشنا. عشان كده بنسميها ديجري اوف رياكشن. عندك ديجري اوف رياكشن قد ايه؟ يبقى كان في جزء امبلس وجزء ايه؟ امبلس فورس بيجي رياكتنج فورس. عشان كده سموها ديجري اوف رياكشن. المفروض ساعة كام؟ فاضل ربع ساعة؟ ممتحن ولا؟ ممتحن؟ ممتحن؟ ممتحن؟
امتحن. مش عايز ادي حاجة جديدة عشان احنا هنقف هنا لغاية هنا. الايه؟ مش سامع. متر من لغاية ما انا قلت دلوقتي. عشان كده بقول مش عايز ادي جزء تاني, وفي الجزء التاني هت ايه؟ هيبقى نتكلم جدا في مصر. فنخلي الجزء التاني. ها؟ مش كله. الايه؟ الشيت التالت كده مش كله؟ انا نسيت الثالث لغايه فين. الثالث اللي هو الوان دي فلو لغايه ما انا قلت. انتوا مشيتوا فين لغايه الشيت الثالث؟ خدتوا كم مساله؟ مسالتين بس. ما هي المساله الاولانيه طويله. فيها كلها بلس دياجرامز وكلام والكلام ده. طيب ما دي بتغطي كل اللي احنا بنقوله. فعموما يعني انا ما يعني ما بحبش ايه اللي يقول لي احنا عملنا لغايه السكشن المساله 4. انت المفروض بتاخد محاضره هنا وعندك الشيت. يعني انت المفروض تذاكر وتحل, ما تستناش لما الوحي يجي لك من السكشن. ما ينفعش اذا كنت انت ما بتشتغلش سابق مش كويس. انت المفروض انت تشتغل. احنا بقول الكلام في المحاضره المفروض ده كله بيغطي او يعني يطبقوا او يطبق عليه كل اللي في الشيت. فانت المفروض تدور وتحل, ولو وقفت بحاجه المفروض السكشن عشان تسال مش عشان تروح ايه تنقل اللي بيتقال على السبوره. اللي عنده اي سؤال يسالنا.